مرحبا حبايبي أصحاب برج الجوزاء، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزاء. احنا نقرأ طاقة، فلا تحددون طاقة بوقت، ممكن الأحداث تمتد وياكم. قبل ما نبدأ القراءة اشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين، وسووا لايك إذا عجبتكم القراءة، وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات، وكتبوا لي شنو القراءات الجاية اللي حابين نسويها أو الفيديوهات، سواء كان اختار كارت أو اختار حرف. كتبوا لي بالتعليقات، أنا راح أقرأ وأشوف أكثر الأشياء اللي أنتم طلبتوها من أكثر من شخص، وراح أسوي لكم الفيديو. اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزاء. راح نقرأ الطاقة العامة لبرج الجوزاء، نقرأ الصعيد العاطفي، الصعيد العملي، الصعيد الصحي، والصعيد العائلي. يعني ممكن نقول حالة نقول يعني الشهر. بداية برج الجوزاء طلعت لي ورقة غريبة جدا شوية، يعني لفتت انتباهي. بالفترة الحالية أشوف البعض من برج الجوزاء عندهم نوع من عدم الثقة بالنفس، أكو شيء أو رحيل مفاجئ، فقدان مريت به، أو حتى انتقال ممكن نقول من مكان لمكان، أو من علاقة لعلاقة، أو ممكن يكون أكو شخص طلع من حياتك فجأة. طبعا هاي قبل ما احكي الطاقه العامه، بس بصوره عامه اكو شيء لفت انتباهي فحبيت انه اقوله قبل ما ابلش بالقراءه بالطاقه العامه اللي موجوده. هي ورقه، البعض منكم يا برج الجوزاء اشوف رحيل هذا الشخص مفاجئ، او تصرفاته نوعا ما وياكم سببت لكم عدم ثقه بالنفس، اكو اهتزاز بالثقه عندكم. البعض منكم ممكن يكون حاليا مقانع عن وضعه، مقانع عن شكله بصورة عامة، حتى شلون نقول يعني أثر عليكم نفسيا. البعض منكم ممكن ما حاب حالة يعني شلون شكله أو مظهره بصورة عامة، كله هو ما مقتنع به، بده يحاول إنه يغير من نفسه. التغيير طبعا إيجابي، ولكن سبب التغيير هو شخص. هذا الشخص أشوف ممكن أكو كلمة حكاها، وهاي الكلمة هي اللي خلتكم انه تفقدون ثقتكم بنفسكم وتنقلبون راسا على عقب، مع انه برج الجوزاء مو من السهولة انه شخص يأثر عليه بكلام، بالعادة هو اللي يحب يحكي دائما وثرثار. بس اكو شخص اما قال او تصرف تصرف اتجاه برج الجوزاء خلى برج الجوزاء بالفترة الحالية تقريبا ثقته بنفسه ما اقول شبه معدومه، وانما مهزوزه. فهو ده يحاول انه يجمل نفسه في سبيل انه ثقته ترجع له، مو حتى هو يتغير او يسوي تغيير ايجابي بحياته الاحسن، لا، وانما ممكن حتى يخلي هذا الشخص اللي حكى هاي الحكايه او تصرف هذا التصرف ينتبه له. هذا الشيء غلط، انا ركزت على هذا الشيء بالبدايه قبل ما اقرا، لانه صراحه الورقه هواي شدتني. ف يعني برج الجوزاء انت مو يعني شخص قال لك كلمه اثر عليك. اذا اكو شخص قال لك مثلا انت ما حلو، او انه اكو اوه شنو هذا العيب اللي بيك، مو شرط هو يكون صادق، ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قال لك هاي الكلمه حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك. انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص، ما تثبت لهذا الشيء، فخلي ثقتك بنفسك عاليه. انت اساسا يعني متجدد دائما وجميل، فاذا اكو احد قال لك هيك كلمه، او ممكن تكون طاقه بعد هي يعني هسه متحققه، ممكن شخص بالفتره الجايه راح يجي راح يحكي وياك هاي الكلمه، فاذا بعد هذا الشخص ما ظهر بحياتك وما حاكي او ما تصرف هذا التصرف، مثلا هو تركك وراح الشخص وجزء انت رحت وراه بعدين، انه هنا عندك طاقه مراقبه، راقبته وشفت الشخص اللي هو راح وياه، ممكن شفته انه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية، فهذا الشيء سبب لك قلة ثقة بنفسك. انت العيب مو بيك، انت ما بيك عيب، ومو شرط اذا كان هذا الشخص يعني اجمل وهو احسن منك. اكو اشياء ما تنقاس بالشكل، تنقاس بالروح. ف البعض منكم محتاج يسوي استشفاء، محتاج انه يرجع ثقته بنفسه مثل الاول واكثر بعد،
هذا شيء كلش ضروري، لأن راح يأثر عليك مستقبلا أساسا على الوضع العاطفي. هذا الشيء مأثر عليك، أنت ما قاعد تقدر أساسا تبدأ بداية جديدة. راح أحكي لكم إياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي. هسه خلونا نبلش بالطاقة العامة لبرج الجوزاء. طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية، أول ورقتين إلك وأنا خلطت الأوراق وحبيت أركز عليهم لأنه حسيت أنهم مهمين. الطاقة العامة إلك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية، أنا أشوف أنه أنت عندك طاقة مراقبة عالية لشخص، تحس أنه هذا الشخص عنده أسرار. هذا الشخص ممكن تحس أنه هو عنده طرف ثالث، بعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث، وأنت أساسا هذا الشيء راح تكشفه عن قريب إذا ما كشفته. يعني هاي الطاقة الحالية، فممكن أنت تكون كاشف هذا الشيء أو أنت متأكد منه، ولكن لحد الآن أنت ما لازم شيء بإيدك. فأشوف عندك طاقة بحث الفترة الجاية، طاقة مراقبة بحث للشريك، لأنه عندك شك أنه هو بالفترة الحالية أكو طرف ثالث موجود بحياته ويشكك بمحله راح يكون، وأنت راح تكتشف هذا الشيء لأنه هنا السبب نفسه مقلوبة. فهذا الحرامي انكشف، الورقة انقلبت بعد. فالفترة الجاية أنت راح تكشف سر عن الشخص اللي أنت حاليا قاعد تدور وراه. الشخص اللي وراك أشوف أنه أكو شخص منسحب عنك شوية، عنده عواطف مكبوتة تجاهك. ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي أنت حاليا قاعد تدور وراه، لا، على الأغلب أشوف هذا شخص جديد، أو ممكن شخص من الماضي وطالع من حياتك صار له فترة ويراقبك من بعيد، بس هو متردد أنه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدأ وياك بداية جديدة، أو حتى يطلب منك بداية جديدة. أشوف أكو هنا عواطف مكبوتة، بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول انه هو يجي يحكي وياك الفترة الجاية، بس للأسف انه اشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط، لان انت راح تكون بمجروح او دا تعاني من انفصال مؤلم. فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم انت مريت به او دا تمر به حاليا. فلهالسبب انت يعني سبحان الله، هي الاوراق قعدت السلسلة القصة انقرت بس من الطاقة العامة. انت دا تحاول تدافع عن نفسك، تحمي مشاعرك وما تنطي فرصة، انه انت خايف. انت مثل ما قلت لك، انت اوريدي طالع من انفصال مؤلم، اكو انفصال مؤلم، وحاليا انت بطاقة الشفاء دا تحاول انه تستجمع نفسك، ودا تحس انه انت مو غير قادر على انه حاليا تبدأ بداية جديدة او تدخل بمعركة ثانية، لانه العلاقة اللي انت كنت سابقا بها كانت علاقة متعبة، هواية اضطريت تحارب، هواية اضطريت تواجه ناس، وهواية حاولت انه تحافظ عليها، ولكن بالمقابل الشخص اللي انت كنت تحاول تحافظ على علاقتك وياه هو كان مو قد الثقة، لانه اشوف اكو طرف ثالث هنا موجود بيناتكم، والانفصال اللي بينكم مؤلم كان. فلهالسبب انت خايف انه تفتح قلبك، انت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج جوزاء. عندك مخاوف من الرفض، او مخاوف انه ترجع تنعاد بيك الاشياء اللي صارت قبل. فلهالسبب انت دا تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك او مخاوفك وقلقك. عندك مخاوف انه اكو شخص راح يخونك بكل لحظة، اكو شخص راح يتركك. حاول انه تكمل فترة الشفاء اللي انت بيها، لا تتردد حاليا انه يعني تاخذ خطوة جديدة. انا اشوف فترة، خذ فترة استراحة مثل ما نقول، حاول تطلع من الالم اللي انت بيه، كمل استشفائك وبعدها ابدأ بداية جديدة ويا الشخص اللي جايك. هسه احنا فصلنا الوضع العاطفي قبل ما نحكي العملي، خلونا ننتقل للصعيد العملي. الصعيد العملي يا برج الجوزاء، اشوف انه برج الجوزاء البعض من عندكم ممكن قبل ما هاي الظروف تصير كنت منتظر عمل، اكو شغل ممكن احد كان وعدك به، وكنت تشتغل اكثر من شغله في سبيل انه توفر مصاريف البيت اذا كنت انت مسؤول عن عائله. طبعا لانه قرار عام فممكن يكونون اكو رجال ايضا متابعين للقرار، فكان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عمليا كنت تحاول تشتغل في سبيل انه توفر احتياجات المنزل. بالفتره الحاليه اشوف بعد ظروف الحظر والمعرفش، اشوف انه انت حاليا ما عندك شغل، او نقول يعني شغلك في تراجع، قاعد يتراجع يتراجع يتراجع.
هذا الشيء ده يأثر على نفسيتك هواية، وده يأثر على بيتك، على مصاريفك. فده أشوف عندك تفكير كلش كبير بالعائلة، والبعض من عندكم أشوف أيضا ممكن كان عنده بيع، يعني يريد يشتري عقار أو حتى يبيع، يعني كشراء منزل أو بيع منزل، وبس هذا العقار اللي موجود حاليا أنت هو قاعد تفكر، هو تريد إنه هذا الموضوع يخلص ويتم، بس ما قاعد يتم، قاعد تصير تأجيلات ورا تأجيلات، تأجيلات ورا تأجيلات. فإذا كنت أنت عندك نقلة، إذا تحاول تنتقل يعني، فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشيء محبطك. وإذا كنت ناوي أيضا تشتري، هم هذا الشيء متوقف، فعندك طاقة إحباط بموضوع يخص منزل، أو ممكن حتى إصلاحات عندك ضرورية بالمنزل، بس أنت ما قاعد تقدر إنه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصاريف اللي موجودة. عندي طاقة بيت هنا أنا طالعة، فممكن أنت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركيزك الأساسي على البيت، موضوع بيت، سواء كان إصلاحات أو شراء أو بيع، هذا أو حتى نقل من مكان لمكان. أكو نقلة، ولكن قلت لك أكو شوية تأخيرات. الأمور خلال 6 أسابيع إن شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة أو يعني كعقار منزل، خلال 6 أسابيع أشوف الأمور راح تبلش تتحرك، وأوريدي أكو موجودة نقلة، فأكو نقلة إليك خلال 6 أسابيع. هسا خلونا نيجي على الصعيد الصحي. على الصعيد الصحي أشوف برج الجوزاء، البعض من عندكم قاعد يعاني من آلام بالأقدام ومأثرة عليه هواية، وأيضا أشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء أشوف أكو حمل، أما أنت حاليا حامل أو راح يكون عندك حمل، بس الحمل راح يكون متعب. فاللي مطلوب منك بالنسبة لبرج الجوزاء النساء الحوامل، المطلوب من عندك إنه تحافظين أو ديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة بأي مواضيع، يعني مواضيع تخص الحمل والولادة. فممكن انه اما انت كنت حامل، وهذا على الاغلب انه اكو بعض النساء حوامل حاليا، فهذا الشيء ده ينطيك اشارة انه خلي بالك من نفسك هاي الفترة، وحملك شوية راح يكون متعب بالنسبة لك اذا كان حمل جديد، فاكو حمل متعب راح يكون. اللي يريده من عندك يعني ان شاء الله ما يعني خير، لا تخافون، بس حاولي انه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة، لانه هنا قاعد اشوف متاعب على صعيد الحمل. هاي بالنسبة للنساء وللصحة. اما بالنسبة خلينا نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء. برج الجوزاء على صعيد العائلة اشوف انت ممكن عندك خلاف ويا احد من العائلة، كأن يكون اخ او اخت، على الاغلب يكون اخ، صاير بينك وبينه كلام، او ممكن هذا الاخ او مو شرط اخ، يعني شخص من العائله ماخذ منك حق، او انه هو حاج عليك شي ظلم. المهم قاعد اشوف انه الك حق يم شخص من العائله، وانت نوعا ما مأيس انه هذا الشخص راح يرجع لك حقك، منتظر من عنده انه هو يجي يصالحك او حتى يرجع لك الحق اللي ماخذه من عندك، ولكن هذا الشخص اشوفه شويه كلامه حاد، فاحذر بعض النزاعات مع الاخوه خلال هاي الفتره يا برج الجوزاء، وخاصه على الاشياء ممكن تخص نقول اوضاع ماديه كورث، يعني اشياء تخص الماده بالذات. فاشوف اكو احباط عندك من ناحيه هذا الشخص اللي موجود بالعائله، بس الأمور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص، أكو شخص راح يتدخل، ممكن تجيك رسالة وراح تنحل، يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها، لا تخافون. خلونا هسه نجي بالتفصيل على الوضع العاطفي. حكينا هواية احنا ببداية الفيديو على الطاقة العامة، هسه خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام. برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين. المنفصلين قاعد أشوف إنه أنت تريد تبدي بداية جديدة، ولكن أنت ما عندك القوة إنه أنت تبدي بداية جديدة، ما عندك القدرة، أنت ما واثق من نفسك زيادة، نفس الوقت عندك مخاوف إنه أنت تغامر بالفترة الحالية، أكو تردد، ممكن أكو أشخاص حاليا بحياتك موجودين دي يحاولون يتقربون من عندك، ولكن انت ما قاعد تعرف شو تريد. اكو هواي اشخاص خاصة بالتواصل دا يحاولون يتواصلون وياك، دا يحاولون انه يتقربون من عندك، ولكن انت طاقتك العامة انت ما قاعد تقبل انه هذول الاشخاص يدخلون حياتك، لان عندك تردد، عندك مخاوف، عندك
عدم ثقة بسبب أزمة مريت بيها من الماضي، ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة، ممكن 6 شهور، ممكن 6 أسابيع. هذا الشخص من راح أو من طلع من حياتك، ما طلع من حياتك بسهولة، لا هو عرف أحد عليك وأنت أوريدي عرفت إنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث، وهذا الشيء اللي سبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية. أنت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية. نفس الوقت أشوف البعض من برج الجوزاء حاليا قاعد يحاولون إنه يروحون منح الاستقرار، منح الزواج، إنه هو ما يريد بعد يبقى سنجل، ما يريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح، لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة، هو دا يريد علاقة تتكلل توصل للزواج، علاقة جدية، علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق، علاقة كانت كلها تعب كلها مسؤوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث، واذا ما كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف، بس على الاغلب انت عارف هنا انا عندي اوراقه انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث، هذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة، مأثر عليك هواية ويجرح بالكلام، هذا الشخص يجرح بكلامه، يحب يسيطر، يعني يركز على العيوب أكثر من المميزات، يعني شخص سلبي، إنسان سيء، رغم إنه أشوف هذا الشيء مو متناسب ويا عمره، ممكن تكون طاقته شوية كبيرة هنا أنا طالعة يمي، طالعة يمي طاقة الكوين، طاقة التلفون، فهو يعني من تشوفه هو شخصية، هو شخص تعبان على نفسه، ممكن عنده مسؤوليات، ولكن هو نوعاً ما أشوف إنه هو يجرح بالكلام، هو بالكلام يحكي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب، ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك، عنده هيك طاقة، أكو ناس تقلل من قيمتك وتصغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك حتى أنت تقول أوه هذا الشخص قاعد يحكي وياي وهو هيك وهيك شايفني، أو إنه يقنعك إنه أنت بيك خطأ، يقنعك إنه أنت مثلا ما تستحق إنه واحد ينطيك قيمة عالية، وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها، طبعا هاي شخصية الإنسان النرجسي، وأساسا هنا أنا دا أشوف إنه العلاقة مالتكم علاقة بها كارما كانت، فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان، كان بينكم أكو طرف ثالث مأثر على العلاقة، والطرف الثالث هنا هو امرأة طالعة يمي موجودة، فأما هذا الشخص ممكن يكون متزوج أو تركك وراح الزواج. فانت هذا الشيء متعبك، بس اللي قاعد اشوفه انه العلاقه اللي بيناتكم القدر توقف عند عنها، فحتى هذا الشخص اذا رجع مره ثانيه، لانه انا اشوف انه راح يحاول يتواصل وياك هاي الفتره حتى لو كان بعيد، بس الرجوع ما راح يتم، يعني راح ترجعون حتى لو حكيتوا فتره راح ترجعون تفترقون، لانه القدر توقف انه هو يدعم هاي العلاقه، العلاقه هاي توقفت خلاص انتهت، بس انتوا اللي قاعد تحاولون تمشوها هنا ودا تقنعون نفسكم انه ماكو شيء انتهى، هو دا يشوف انه ماكو شيء انتهى، هو منتظر فترة ممكن انت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود واللي راح يظل اساسا موجود، وبعدها راح يحاول يجي يحكي وياك ويصالحك، يأثر عليك بكلمة كلمتين، يعرف انه انت عاطفي وهو مأثر عليك اساسا وموصلك الطاقة انه انت ما تقدر تبدو ويا شخص غيره، انه هو الشخص المناسب وهو بس هو اللي رايدك وبس هو اللي معبرك مثل ما نقول، مع انه انت قيمتك اكبر، بس هو دا يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك، وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية بيناتكم، يعني يرجع يحاول يظلل عليك ويرجعك اله، فهذا الشخص النرجسي اللي موجود واللي عنده طرف ثالث بحياتك هذا لا تنطيه فرصة، انا اقول انه اتركه، وانت متردد انه انت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة، واني اساسا قاعد اشوف انه انت من الغلط انه تبدأ بعلاقة جديدة هسه، فتروى واخذ فترة علاج لحد ما تحس نفسك انه انت يعني استعدت ثقتك بنفسك رجعتها مرة ثانية، وحب نفسك اولا، يعني حب نفسك حتى الناس تحبك، هو اهم حب هو حب النفس، فما اقول لك تصير اناني ومغرور، بس يعني حب النفس شرط، لازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك، لان احنا كلنا طاقه، فانت هسه الطاقه اللي تصدرها للناس انه انت شخص ما عندك ثقه بنفسك، شخص مهزوز، فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيك فريسه، هي الطاقه راح تسحبها، ما راح يجي هذا الشخص لك، راح يحاول مره ثانيه يسيطر عليك، راح يصير بيك نفس الشيء اللي صار وياك
ويا هذا الشيخ صحيحة، واللي يرجع مرة ثانية هو يسيطر عليك، يسيطر على مشاعرك، وبعدها راح هم يتركك وراح تكون بحالة نفسية أسوأ من قبلها. فأول شيء حب نفسك، راجع نفسك، رجع ثقتك بنفسك، حاول تسوي أشياء تعزز الثقة بالنفس خلال هاي الفترة، بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي، ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع، لأن أنا أشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل وياك عن قريب. ففي حال تواصل وياك هذا الشخص، اللي أشوفه أنه تقطع فورا، لأنه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها، شيء لازم ينتهي، يعني صفحة لازم تنطوي خلاص. هسه قبل ما ننهي القراءة خلي أقول لكم الأبراج اللي طلعت لي. برج الحوت طلع مرتين، برج الحمل، عندنا هنا برج الثور، برج الأسد، برج السرطان، وبرج السرطان مرة ثانية. الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية هوائية، ترابية قليلة جدا يعني، بس عامة الطاقات هي كانت نارية ومائية. كل التوفيق لكم برج الجوزاء، إن شاء الله القراءة الجاية أشوفكم بوضع أحسن وبحال أحسن، وتبدأون بدايات جديدة. وتذكروا دائما الحكي اللي قلت لكم إياه بالبداية، حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك، لأنه إذا أنت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ماخذها عن نفسك، ما راح تلقي الخيار المناسب، ما راح يجيك الشخص اللي أنت تنتظره، راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط. فحب نفسك أولا، وبعدين فكر بالناس إنه هي تحبك ما تحبك، يعجبها شكلك ما يعجبها، أهم شيء قناعتك أنت بنفسك. كل التوفيق لكم برج الجوزاء. سووا لايك إذا عجبتكم القراءة، اتركوا لي آراءكم، وإن شاء الله ألتقيكم